سعيد خرازي أمامية أمامية أمين سعيد خرازي مر من الأول وساري وجميل باسم من المراوغة في المرمى الله أيضا جميلة سعيد خرازي وباصل من المراوغة الجميلة كانت والله تستحق أن تكون هدف على اعتبار شوف عمل بها مجهود كبير مر من الأول مر من بين الاثنين ومر من الثاني ومن الثالث أيضا كان من المفترض أن تكون في المرمى هدف للرجاء المغربي لا شيء لداليان الصيني وسعيد خرازي ولقطات وسعيد خرازي هذا اللاعب الذي يظل هو أفضل لاعب شاب ومنتخبا يعد أحد الملعب ركبه مباشرة.